خلصت شايك؟ اي والله خلصت شاي. ابيك الموضوع بيني وبينك. يقول ايش فيك؟ ما ينفعني، قوم برا. هي ابو العز، شلونك؟ شو اخبارك؟ جوني من هناك تقول شلونك؟ ايش فيك؟ شوي شوي، ليش معصب من زين؟ مبين عندك مشاكل، وانا اجيب لك شيء بيريحك. تكفى بكر، بطلت هالسوالف انا، فج عني. افا، السلام. هلا هلا. فجيت عنك كل هالوقت، قلت بتصير ريال، طلعت تخاف من مرتك؟ سولف عدل بكر، ما اخاف من مرتي انا ريال. سولف عدل، سولف عدل. اوكي ريال. شفت شلون انك معصب وعندك مشاكل في البيت؟ ترى هالشيب هذا والعصبيه من هالبلاوي اللي براسك، وانا جايب لك شيء بيشيل هالعصبيه هذه مره واحده من راسك. شنو عندك؟ ما ينفعني، امشي السياره امشي. عندك لونك الحين. ويه، زمان عنا. خوي الصنفان. انت الله يهداك، فجيت عنا فجأة. كنت شحالاتك وزينك معانا مش القلوب، طلعاتنا مع بعض وناستنا مع بعض مزاجنا مع بعض، بس قلبت فجاه الله يهداك. اول بعد اخر مره مصيبه اللي سويتها ما تسوي.